تحية طيبة للشعب السوداني، معكم تراجي مصطفى من كندا، وأنا حابة أتكلم الليلة عن الدعوة للحوار، وحابة أتكلم عن فكرة الحوار والذين ذهبوا للحوار. أنا تحديدا لم أذهب للحوار بعد، فالعايز أقوله إننا كشعب سوداني أولا أمامنا تحديات كثيرة جدا، وللأسف البنتغدو البشيدو أو البنتغدو سلبا بيكونوا دائما من المحزبين، والصوت بتاع المواطن الحقيقي مغيب. أنا بفتكر تجربة انقسام الجنوب تجربة قاسية، والانقسام ده ما تم بإرادة الناس العاديين، تم بإرادة السياسيين. ورغم إقرارنا إنه فرض الشريعة الإسلامية والقوانين المقيدة للحريات والسيطرة المطلقة لينا كانت كشماليين على الحكم وغيرها أدت للجنوبيين لرفع السلاح، لكن بنفتكر لحظة التصويت، التصويت ده قادته حزب محدد في الجنوب هو حزب الحركة الشعبية. طيب الليلة المواطن العادي في الجنوب عنده رأي مختلف تماما بك عن الانفصال وعن فشلنا كسودانيين في قبولنا ببعضنا البعض وعن حاجات كثيرة جدا. عشان كده أنا رؤيتي للحوار فوق الاقتصاد وفوق إن الدولة تكون يسارية أو يمينية في الاقتصاد، اقتصاد اشتراكية أو رأسمالية، فوق إنها سيطرة نخب نيلية ولا تمكين لأهل الهامش، في كلام أهم من كده أنا بفتكره اللي هو التعافي السوداني، قبولنا ببعضنا البعض كسودانيين. فالحاجة دي أتيح لي أحتك بيها عبر مجموعات فكرة اتناقشت أولا جمعتنا فكرة اسمها لا للحرب ونعم للسلام. دي مجموعات بدأت باكرا وبعدها دخلت الأحزاب بأجندات المختلفة. بنفتكر الغالب الأعم من السودانيين حتى المحزبين اللي ظلوا فيها كانوا من المدركين لخطورة الحرب، واللي اختلفوا ومرقوا كانوا من الناس اللي ما قدروا يلو يدنا ويسيطروا على هذا الكامبين أو هذه الحملة الشعبية. لكن الدعوة حاليا، وأنا دقيقة في الكلام ده، يعني المواطن بلاحظ الصحفيين بلخبطوا كثير، في ناس ما بتعرف حاجة اسمها مجموعات لا للحرب ونعم للسلام من مجموعات السلام المجتمعي. لاحقا أنشأنا مجموعات أخرى اسمها السلام المجتمعي، لأنه في مجموعات لا للحرب ونعم للسلام تم صراع شديد جدا كان بين بعض عضوية المؤتمر الوطني، حزب المؤتمر الوطني. في ناس جونا كأفراد وقالوا يا جماعة نحن مع إيقاف الحرب، في تيارات كبيرة مننا كانت مؤيدة لانضمام الناس دي، وفي تيارات رفضت. نحن دافعنا لأنه هم بنقول، بنفتكر في قطاعات كبيرة من الشعب في داخل هذا الحزب أيضا متضررة من الحرب. يعني بنفتكر أي جندي خسر يد، خسر رجل، خسر عينه، خسر قدراته، دفن أصحابه ورجع للعاصمة أو للقرية أو المدينة اللي هي منها، بيقوم يكتشف كذبة الحرب أو بشاعة هذا الاستغلال التام. في النهاية بيكتشف إنه في ناس الخيار السياسي بتاعه قولوا الانتماء لهذا الحزب، في ناس بقى لهم قصور وتعليم لأولادهم وسفر ومكتسبات وتعدد زوجات، وفي ناس بقى لهم الانتماء هو عاهة وهو دمار أو خسران لقدرات ما سهلة أو دفن الأحباء. عشان كده أنا كنت مصدقة الجوني من المؤتمر الوطني وبيقولوا معانا لا للحرب ونعم للسلام، في تيارات تانية رفضت تصدقهم. بقينا نشفق على بعضنا البعض كسودانيين، شفنا الصراع الأيديولوجي، الصراع الفكري، يقول يعني أن تتشبث بأن تكون إسلامي أو تتشبث بأن تكون يساري، دي زي اللي بتصادر قدرتك على الرؤية السليمة لما هو سوداني. الغالب الأعم من السودانيين كانوا يعني أنقياء الدواخل وقدروا يستوعبوا بعضهم البعض. الحوار اللي بيقولوا عليه ده بفتكر نحن من الناس اللي لنا شرف ابتداره في مجموعات الواتساب، والليلة أنا عندي أكثر من 75 مجموعة، very proud، فخورة جدا إنه الشعب السوداني بيتحاور فيها بكل مكوناته. نتحاور في هذه المجموعات أولا كرجال ونساء، نتحاور كشيبا وشباب وناضجين، نتحاور كمسلمين ومسيحيين، نتحاور كمركز وهامش، نتحاور كمؤتمر وطني ومعارضة، ونتحاور بكل ألوان طيفنا، ونتحاور كمدنيين ومسلحين. وفيها دواس فكري جميل جدا،
لكن بفتكر أهم حاجة كنا بنقنع بها بعضنا البعض إنه لابد أن يستمر الحوار بيننا كسودانيين. هذا الحوار اللي في ناس غتفتكروه يعني تسلية، في ناس غتفتكروه رفاهية بتاعت مثقفين اللي ماسكين تلفوناتنا واليوم كله بنعاين وبنكتب لبعض، لكن بنفتكر هذا هو الحوار الحقيقي للشعب السوداني. نحن نتحاور دون إشراف مجتمع دولي، نحن نتحاور دون رقابة العالم، نحن نتحاور دون وصاية من أي إنسان. لا رئيس حزب يأمر النازل على هذا الحوار، لا أجندة خفية. نتحاور بكامل الإيمان بأننا لابد أن نستمر في الحوار، والحوار هو المخرج. وحصلت انفراجات خرافية جدا، وحصل تطور، وأنا من هنا أشد حقيقة بحزب البعث العربي الاشتراكي، أشد بالأخ محمد ضياء الدين وكل الكوكبة من شباب البعثيين المتواجدين في مجموعة الواتساب. عارفين ليه؟ كانوا الوحيدين اللي بيحاوروا، بيحاوروا بحماس. والحوار ده ما حاجة سهلة يا جماعة، ما حاجة سهلة. الكتابة في تلفون صغير ما حاجة سهلة. يعني أنا جربتها في نفسي، يمكن النظارة دي كل مرة أنا بمشي للنظارة أكتر من النظر اللي أنا بفقده وأنا بكتب مع الشعب السوداني يوميا وبحاور في تيارات وقطاعات مقدرة من الشعب السوداني. طيب نجي نقول ونشوف ليه البعثيين عملوا الحاجة دي؟ ليه تحملوا معانا العب؟ مش البعثيين لوحده، وأنا برضو بشيد بالشعبيين وبشيد بالإصلاحيين وبشيد بناس المؤتمر الوطني بالمناسبة، لقيناهم قاعدين. بقية الناس ما قاعدين يحاولوا، ما قاعدين يحاولوا. في ناس عامليننا يعني بتلاحظ المجموعة بس بيجوا ينشروا نشراتهم الحزبية، في ناس بتنشر لك كلام رؤساء أحزابهم، وفي ناس بتحاور. هذا الحوار نزع فتائل الاشتعال كثيرة. يبقى حوارنا المدعي اللي ده احنا بنفتكره حوار للتعافي السوداني فقط، ده ما مجال لاستوزار ولا لكلام ولا لأي حد. ومن هنا أنا قاعد أرسل يوميا أسماء مزيد من السودانيين حتى المختلفين معي في معسكر السياسي، لكن طالما أنا مقتنعة إنهم نظيفين وعندهم مساهمات قيمة ممكن أن تدفع للتعافي السوداني، أنا قاعد أرشحهم. وبفتكر المؤتمر الوطني قاعد يستجيب. عشان كده أنا بقول الناس لازم تمشي للحوار. هذا الحوار ممول بمواردنا كشعب سوداني، لازم نستقل الفرصة دي ونوصل صوتنا نحن المواطنين العاديين. السؤال منو ضد الحوار؟ ضد الأحزاب اللي عايزة تحتكر صوتنا، وإنتوا عارفين ما عندها ثقة الجماهيري. هذه الأحزاب تشلعت وتآكلت وفشلت عن جذب الجماهير. ضد الحوار الحركات المسلحة المدعية مصادرة صوت الهامش. ضد الحوار كل انتهازية منظمات المجتمع المدني العمل وقضايانا مأكل ليهم. هؤلاء هم ضد الحوار. لكن الشعب العادي أنا بقول له أمشي للحوار وداوس وانتزع حقوقك. أن تذهب للحوار ليس معنى ذلك أنك مؤتمر وطني، لكن إذا في أي فرصة إنه في زول فينا متاح له يوصل صوته، بفتكر مفروض الناس توصل صوتها. شكرا لكم، ودي ببساطة كانت فكرتي عن الذهاب للحوار، وأتمنى إنه أتمكن من الذهاب لهنالك. تحياتي تراجي مصطفى من كندا.